عليك يا قمر، اتفضلي. اهلا اهلا وسهلا، اكيد انت بطل جبتي معلم سلطان. اتفضلي اهلا وسهلا. اتفضلي حبيبتي. اهلا اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ياه لحقتي تخلصي تنظيف الشقه يا نرجس. اسمي نرجس يا ست الستات. انا وضبت الشقه وعملت فيها كل حاجه، سيقتها ونظفتها وقاعده مستنياكي. اصل المعلم قال لي ان في واحده قريبته جات تطمن على الشقه. انت مش قريبته برضه يا اختي؟ اه. طب اتفضلي اتفضلي حبيبتي استريحي. اتفضلي اتفضلي يا عينيا. اتفضلي هروح اعمل لك شاي او حاجه ساقعه او كوبايه عصير. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي يا اهلا. اتفضلي يا روح قلبي اتفضلي يا عينيا. كوبايه عصير بقى النمائيه تستاهل بقك، عمايل ايديا الف هنا وشفا. اتفضلي اتفضلي يا روحي. شكرا. الزيونه وصلت وبقت اخر تمام. طب بالسلامه انت يا اختي. هيتجنن عليكي وانتي ولا انتي هنا. امال فين الشغاله؟ كلتها القطه. الله انتي برجك العزام. انا بقى العقرب، مع اني طيب وابن حلال وقلبي زي اللبن الحليب. ايوه انتي حاسه بايه دلوقتي؟ صداع. تعالي وانا ضايع عولك. تعالي معايا هتتبسطي قوي. على فين؟ تعالي بس ضيع لك الصداع. فين الشغاله؟ قلت لك كلتها القطه. Thank you.
يا وضحتك يا بطل، يا وضحتك يا بطل، يا وضحتك يا بطل، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. يا بطة، بطة رد عليا يا بنتي، يا بطة في حد زعلك يا بنتي؟ ما تقولي، رد عليا، ما تتعبيش قلبي. اجيب لك ولع يا معلم؟ ها بسرعه سرعه. سلام يا معلم. اهلا يا صحانك، اتفضل. الله يا بطه لسه ما رجعتش؟ رجعت يا معلم. ما شفتهاش يعني؟ كنت عايز اتشكر لها. انا كنت جاي اسالك شفتها يكون حد عاكسها ولا حاجه، لان من ساعه ما جت قافله عليها الاوضه ونازله عياط. حاجه غريبه قوي. قوم بينا نشوفها مالها. يلا معاك. اتفضل اتفضل يا معلم. يا ساتر، اتفضل بيتك ومطرحك يا بطه. بطة ثانية يا معلم. بطة يا بطة بتاعي، المهل السلطان معانا جاي يطمن عليك. مالك يا بنتي؟ مالك يا بطاطا؟ حد زعلك؟ قولين. انا البنت الشغاله زعلتك ولا حاجه يا اختي؟ ما تتكلمي يا بنتي، جرى ايه؟ اسال المعلم، صاحبك حبيبك في يا معلم؟ ان شاء الله تطص في نظري ما اعرف حاجه. انت بتهزر ولا بتتكلم جد؟ لا يا اختي بتكلم جد. ما هو لو انت بتتكلم جد عشان تنكر عملتك السودا انا اللي هضطر اتكلم يا معلم. كلمة يا بنتي، في ايه؟ المعلم المحترم اللي عامله زي اخوك خد مني حاجة مش من حقه، من حق جيم رياضة يوم ما يكتب ويدخل عليا. خلاص يا الأدب، روحي شوفي مين يا اختي اللي عمل عمليته السودا دي وجاية تنسيها فيا. ما حدش عمل العملية دي غيرك يا معلم. يا بنت افتكري كويس. تفتكري يا سلطان؟ دي بنتي انا عارفها كويس. الله، رايح حنف، مش يمكن الواد جابر دواها على حس الخطوبة وعمل عملية السودا؟ وايه اللي خلاها تتيحنك انت يا سلطان؟ لا بقى حبيبي، انتوا باين عليكم مدبرينها سوا، عايزين توقعوني عشان انشلكم الفقر اللي انتوا فيه. لا انا ما اتكلش على وانطة. اسمع يا حنف، انا ما عملتش
انت متاكده من اللي بتقوليه يا بطه؟ ورحمه امي اكيد حط لي حاجه في الشاي خلاني مش داريانه بالدنيا. هو الدنيا برفاهيه يا ناس؟ الدنيا برفاهيه بعد العشره والسنين دي كلها يجي سلطان يحط دماغي في الطين؟ هعمل ايه يابا؟ اقول لجابر ايه؟ اغشه؟ جابر لو عرف هيركب دماغه، هيعمل جلايه مع سلطان. انا لا يمكن اقدر اغش جابر، جابر ما يستحقش كده، لكن انا هتصرف مع الاثنين، هاخد حقي من سلطان وادي لجابر حقه، واخليك ترفع دماغك من الطين يابا. بطه! ايه الكلام اللي سمعته ده يا بطه؟ كلام ايه يا جابر؟ الكلام اللي سلطان عمال يهرف بيه في الحاره. سلطان قال ايه يا جابر؟ بطه عارفه، وما دام سبتك كده يبقى كلامنا مظبوط. بطه الكلام ده صحيح يا بطه؟ يا ريتني ما عرفت، يا ريتني ما ربطت نفسي بيكي. انا اهل الحاره اجيبوا سيره خطيبتي؟ جابر احنا لسه على البر. ايه ده؟ ده الرباط اللي بيربطني بيني وبينك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يهديني، ربنا بخير يا حبيبتي، بس الورشة مضلمة من غير. الله يخليكي. واخبار سوكا ايه؟ سوكا تحت بيعزم جابر على فرحنا، قلت اجي اعزمك بالمرة. مبروك يا نوال، ربنا يتمم لكم بخير. بط مالك يا اختي؟ لا ابدا، شوية زعل بيني وبين جابر. لا دول شوية دلع وبكرة تتصالحوا وتبقوا زي السمنة على العسل. يا اختي وانتوا لحقتوا يا بطة. بقول لك ايه، اوعى تفضلوا متخانقين لحد ليله فرحنا وما تجوش. سيسوكا يزعل وانا بقى ما اقدرش على زعل سيسوكا. ما تخافيش، احنا ان شاء الله هنكون اول المعازيم. ربنا يتمم لك بخير ويستر عرض كل الولايه. بط مالك يا اختي؟ ابدا فرحانه، اصل لما بلاقي اي بنت من حبايبنا ربنا بيهدي سرها ببقى فرحانه قوي. دي دموع الفرح يا بيت. طب انا هستاذن بقى لسيسوكا يستعوقني. ماشي يا حبيبتي مستنياكي. يلا يا بنتي يا ناهد. استني يا اختي.